القضية اللي بعدها احنا يعني قبل فترة سوينا حلقة عن أهالي، مشكلة أهالي منطقة يابر الأحمد في بعض المناطق ما وصلت لها التيار الكهربائي. ووزير الكهرباء، أعطوني وزير الكهرباء والماي الجسار لو تكرمتوا، وزير الكهرباء والماي. أنا أول شيء أوجه شكري لمعالي الوزير، أوجه شكري لمعالي وكيل وزارة الكهرباء المهندس محمد بوشهري على اهتمام في القضايا اللي تطرح. هذه النوعية من الوزراء، من وزير ووكيل وزارة وجهاز تنفيذي صح تنحل معظم مشاكلنا. طرحنا القضية من خلال البرنامج، بالفعل حصل تجاوب على أرض الواقع وبدأت عملية إيصال التيار الكهربائي. شكرا لوزارة الكهرباء على رأسهم المهندس أحمد الجسار، وشكرا للمهندس محمد بوشهري وكيل وزارة الكهرباء على تعاونهم. ويليت البلدية وما أدراك ما البلدية والمواصلات ووزارة الصحة، جايينهم وزارة الصحة الله يطول بعمرهم يخليهم لنا، يتعاونون مثل ما يتعاونون الآن الكهرباء والداخلية. لما تشوفون في تعاون بين جهات، بين وزارة وبين إعلام، تدرون أن هناك إدارة صح تسمع وتعالج. لما تشوفون وزارة تدرون أن ذاك وهذا ما ينفعون، مفروض ساك ورا كرت ستة، خذ كرتك واتكل على الله يا ابني. أعطوني التقرير. هذا ابو احمد بعد حلقتك عن مدينه جابر الاحمد، الحين قاعد يوصلون الكيابل حق البيوت. يا ابو احمد شوف شوف شوف, شوف الكيبل توا جايبينه قاعد يوصلون حق البيوت. وهذا هني قاعد يحفرون عشان توصل الكيابل حق البيوت جابر الاحمد. قطاع عنوان، قطاع عنوان. ويعطيك العافية على الحلقة يا أبو أحمد وما قصرت. وهذه يا أبو أحمد الكيابل، وهذه المحولات راكبة، شوفها أبو أحمد، هذه الكيابل وهذه المحولات. نشكر وزارة الكهرباء على تعاونهم، ويا الله يا الله يا كريم يتعاونون الصحة والبلدية والمواصلات والأشغال. منو بعد فيه؟ يلا خل مرة واحدة الأيام، منو بقى؟ يا الله العلاج بالخارج يلغونها، المشروعات السياحية يلغونها، ايش نبي احنا بمشروع الرعاية؟ أنا شلون نسيت الرعاية السكنية؟ يا الله يا كريم يا رب يا الله، هذه أهم واحدة قبل البلدية الرعاية السكنية. يا الله يهديكم أنتم وزيركم يا رب، يا الله تأخذون قرار وتسلمون الأراضي حق شركات تنفذ البنية التحتية. التقرير اللي بعده،